صباح الخير خوتي، اليوم خرجنا في واحد المغامرة جديدة. ضربنا تقريبا شي 5 ولا 6 ديال الكيلومتر ديال البودرون، دخلنا لابيس نجربوا مغامرة جديدة. صافي وسط البيس وسط الطبيعة، مع شي 4 الصباح تقريبا، دابا شي 5 الا 4 هكا. الطريق هنا خوتي هنا القلب مسدود، كتقول هاد الطريق مسدودة، هي راه مسدوداش. كتحل الباب هاكا هي، تعاود تسدو وتكمل الطريق ديالك بحال ما واقع والو. كتلقى بزاف ديال البيبان في حاك ديالك، القفيل 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 ديالك كبير. واحد القفيل عجيب فيها، ها تا صوت هاكا لافي هاذي يتسد الراسو سد اخيرا طلعت. الفاصلة ديال البرودة صغيرين صورتهم، ما عرفتش بانو ولا ما بانوش، ولكن صورتهم. تقريبا من بعد شي 20 دقيقة ديال الكودرون، شي ساعة شي شوية ديال لابيس، قريبا وصلنا. الشمس طلعت، يسكب دين بوش ليل حليل فات صغير ورين الحلوف يا حسن ما يلا تنقطع زين زعما الله راه في سيكمه انا ناس اي فورما تا او شي ديال وماي ماك ديال 3.2 غير هاد الله انا يا لو كرا دي حسن يا حسن جرة ديال الليمون. حنا وصل المزرعة السعيدة، يكون السي يوسف ماشي الله جرافيولا ايه روتي ديكي تبارك الله قداش شي كامل اللي مزروع هنايا، مزروع بلا دواء بلا والو طبيعي الرمان. كوكونات كوكو يلا مزروع كوكو
هذا اللي نديرو نبدل هذا تيكون صفر. شكون الما ديرو حلوتي شويه ها اخضر، ما كاينش شي فرق، ما كاينش شي فرق بزاف. باش نمشيو نشوفو الخضر، ها هو الخضر تبارك الله شحال كبير. كاين اللي تيكون فيها حتى جوج لترو ديال الما. شجرة ديال الأكاجو، فاكهة الأكاجو الله العظيم شفتها تنوض، تنوض حادة. هاي باقي الله خارج. صغيرة كتولي كبيرة، أول مرة نشوف الأكاجو نايت شي شجرة، أول مرة نشوفو شي شجرة لاصق. شايفو فاكهة كبيرة تتباع المغرب برويسيك، عمرنا ما شفناها خضر. بنان مانغا، من بعد نمشيو ليها. فاموس قال لي ما تقربش لتما فيها النحل، ولكن انا نبقاو في هاد الجنبات. مانغا على شجرة تبارك الله شحال كبير، شحال كبير. هاد العلو ها المانغا، عامرة مانغا، المانغا الفوق. هاي آخرين في المدلين، شجرة قداش تبارك الله. بات لي واحد الشجرة وحدة أخرى ديال المانغا، إيه كاينة غادي ليها. أو شي الفان يا ربي السلامة. مانغا مانغا فيها 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 الخير تبارك الله، ما بانوش ليا في الاول. ها الفوق جنيب ليه حتى هي عامره فيها ما يدار. نرجعوا لها ان شاء الله مي طيبات. قصب السكر لتحت الاخوان ليه تهبط شحال هادي، كانوا زارعين فيه ولكن دابا حصدو داكشي. دابا قال لي تصب الشادي عاودو يزرعو ولا يحمل داك الواد، كاين واحد الواد لتحت الا ما صباش الشاي يحمل داك الواد. قلت لي تراب مزيان باش يغرسو فيه. دابا ما كاين زراعة، دابا كاين الفواكه. أعلاف الإخوان على الفور بقيرات، لكن الميزات حولية لا تحوال، ما عندهمش قرون. ميزات
هي جات مات فين دايرو. تبارك الله ارض كبيره بزاف خاطر يا ما الدور فيها ما تحداش. اثرين واصله شوف تالاخر وما زال تزيد عاوتاني تشوف المقرع عزيز عليهم السيلفي. ها هما كيعجبهم يتصوروا سيلفي مرقات. شوف هنا عزيز عزيزة أجيل وقت آخر. كيف؟ أش؟ بيبي ورا 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 Não precisa estar muito, tá fechado lá. Mistura com o capricho, como melhor. Com um saco de toque, um saco cheio. Os meninos levam para o carro. Um doutor. Sua lá. Quem não é um chinês, eu tenho que falar. Olha o doutor. سولتو على المعيزات ديال حيت فايت شفتهم عندو بزاف د المعيزات قال لي راه باقا سادة عليهم من الجهة الأخرى. عندنا كاين الحوالة والبقرة كبيرة ديال المانكا من الجهة الأخرى. تبارك الله شحال ديال المانكا. إي كوانتو دي مانكا فايزي سوا بوري كوانتو دي كيلوس كوانتوس كيلو كوانتوس دي كيلوس سمويتو كوانتوس نمشي مميل وتا معاي معاي ديو مميل كيلو دويس ميل يا سباز انت مويتو اكيو اسيال دو تو بوكو ماي بوتو كي بوتو يا سي لا تيو مويتو ايسا كي فيك تو راحشن نو شاو تي مويتو ناو 3 ميل 3 ميل كيلو با كونتا ناو اي كي بوتاني نا سينا سي 4 ميل نو انو نو انو كوانتو فايز نو انو اي نسا باز ماس 4 ميل 4 ميل 5 ميل 5000 كيلو تجرب بوحدة تدير 5000 كيلو ديال المانجا في العام. تبارك الله 5000 كيلو شحال 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 جني وتعاود جني وتعاود جني قال لي هما واحدين صغيرين يلاه خارجين ها عندو كبروا شويه الفوق كاين كبار. واحد البير هنايا خدام بومبا سولتو شحال شحال العمق ديالو 50 متر 50 متر تحت الارض باش يشقي هادشي اللي عنده هنا لتحت. صبت سكر بنان تويشيات هذه واحد الفاكهه رطيب ضم قال لي يكون فيه الحليب لداخل جاب الله ما بركتش عليا. حاجه اللي زوينه هنايا شري ارض فين ما كانت يوصلك توصل للدار فابور واصل الارض عندك ما تخلص والو. هادي زوينه هاد القضيه عندهم هنايا ما كاينش شي بلاصه ما توصلش ليها الضو وفابور تخلص. راجعين الخوت راجعين بحال هكا راجعين بحال هكا كنا نمشيو بطريق عاديه نخرجو من البيس نمشيو بطريق عاديه طويله شي شويه ولكن مرتاحه نمشيو بالزربة نخرجو من البيس دابا شي شويه
ذاك يا الله يكثر خيره وتهلاو فينا. راح نجيب هذا نشربوا عصير عصير السكر. واحد البومبا في الطريق. مغربي شي بارد يا سلام. نسوي فيديو انا اخواني نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.